لم يعد السير في مسالك دوار العبابشة متيسرا إلا فوق عربات مرتفعة. كل مرة تنزل الأمطار يزداد منسوب مياه نهر سبو، فتفيض المياه على حقول الدوار وتغمر بيوت الساكنة. هنا في دوار العبابشة تهدمت 5 منازل، فيما تعيش أسر عديدة في بيوت يسكنها الماء منذ أيام. المواصلات بين أطراف القرية تضررت كثيرا، وكذلك شأن الحركة التجارية. السوق اول حاجه هو عامر السوق، ما كاين سوق والو، حنا ما عندناش هنا الناس اللي هنا تجار، الا كيمشيو مساكن كيترزقوا للعفس في الاسواق، والطريق مقطوعه دابا سيمانه هي الطريق مقطوعه، ما كاين لا سوق لا والو، عندنا السواق هنا كلشي حابسين، الا ما مشاش للسوق ما ياكلش. تأثير فيضان نهر سابو امتد ليشمل الخدمات الاساسيه والسير العاديه للدراسه. قابل المشكل بان الظاهره ديال الفيضان انقطع التلاميذ عن الدراسه لمده 15 يوم، وانقطع تيار الكهرباء على مده 3 ايام، وكاين مشكل اخر هو المواصلات ما بين قطاع انحصار الدوار على 25 يوم، انحصر الدوار بعد جراء هذه الحادثه هذه. السكان هنا ألفوا في الفترة الأخيرة بحكم تكرار فيضانات مفاجئة في الليل والنهار. أسر عديدة افتقدت الوتيرة العادية للحياة اليومية، فهي تمضي ساعات طويلة في دفع المياه وإقامة حواجز تقليدية لمنع دفقات النهر التي لا تستأذن. مياه نهر سبو لا تضر فقط راحة سكان هذا الدوار، بل تعرقل أيضا في فترات عديدة حركة النقل البري والسككي.